بالنسبة لمشاكل المضاعفات على القلب والشرايين لمرضى السكر، الحقيقة مرض السكر أساساً هو المشكلة بتاعته الأساسية هو تأثير مرض السكر أو ارتفاع السكر على الشرايين، الشرايين الدقيقة أو الشرايين الكبيرة. الشرايين الدقيقة اللي هي شرايين العينين، شرايين الكلى، وشرايين الأعصاب القدمين. دي الشرايين الدقيقة بيعمل لو في سكر عالي لفترات طويلة، مش يوم ولا اتنين ولا اسبوع ولا شهر، شهور وسنين طويلة من السكر العالي، بيسبب في الاعتلال الشبكي، الاعتلال الكلوي، او التهاب الاعصاب الطرفي. كذلك الأوعية الدموية الكبيرة زي امراض القلب وامراض الجلطات الدماغية او السكتات الدماغية وامراض أمراض الشرايين اللي هي الطرفية في القدمين اللي هي بتؤدي فيما بعد إلى القدم السكري. دي الأمراض الشرايين. مهم جدا إن احنا نعرف ضبط السكر بالنسبة للشرايين، ده مهم جدا، ده حاجة حيوية جدا، لازم السكر يتظبط لمدة طويلة، لازم التراكمي ما يزيدش عن 7 عشان نبقى في مأمن من المضاعفات دي كلها. من أول يوم يجي لك سكر ممكن ان احنا يوصل يعلى شوية وبعدين يرجع ينزل تاني، انما في معظم الاوقات لازم ما يزيدش عن 7 الهيموجلوبين اي 1 سي اللي هو السكر التراكمي. كذلك برضو مهم جدا مع ضبط السكر بالنسبة للشرايين العوامل الخطورة الاخرى زي ارتفاع ضغط الدم، زي التدخين، زي اليوريك اسيد، زي دهنيات الدم، كل ده لازم يتعالج مع بعضه عشان نوصل لبر الامان بالنسبة لمريض السكر من الشرايين، سواء الشرايين الدقيقة أو الشرايين الكبيرة. شكرا.